طريقة جديدة للاحتيال والنصب تستهدف المغاربة عبر رسائل نصية من أرقام هاتفية مجهولة تفيد بوصول طرود خاصة، فماذا في التفاصيل؟ خلال الآونة الأخيرة تواصلت مجموعة من المواطنين المغاربة برسائل نصية عبر هواتفهم من أرقام مجهولة تفيد بوصول طرود خاصة بهم إلى المستودع، وتدعي عدم إمكانية تسليم الطرد بسبب نقص في معلومات العنوان، وتطلب من المستلم تأكيد عنوانه من خلال رابط مرفق. الغاية من اعتماد هذه الطريقة هي اختراق هواتفهم وسرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، وتعرف باسم رسائل التصيد الاحتيالي بحسب خبراء، وهو نوع من الاحتيال الإلكتروني، والنقر المباشر على الرابط المزور يسقط الضحية في الفخ. الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة متاح في المغرب عبر المنصة التي أطلقتها مديرية والأمن للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والمثير للشك على الإنترنت، أو الإبلاغ عنها إلى شركة الاتصالات أو الجهات الأمنية المختصة. هل سبق وأنت وصلت بمثل هذه الرسائل المشبوهة؟ شاركنا رأيك.